أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس اليوم موضوعه: من العبادة إلى شرف العبودية، انطلاقا من قول الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن المقام يفرض علي أن أتوجه بالشكر الجزيل والاعتراف بعظيم المنة لصاحب الجلالة على أن أنزلني هذه المنزلة الكريمة، فكان لي الشرف بأن أكون شاهداً مع الشاهدين الكرام في هذا اللقاء الرمضاني السنوي في حضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأيده وحماه. وهي فرصة ميمونة لرؤية التأريخ المكتوب تأريخاً ماثلاً للعيان، فإن هذا اللقاء الذي استنه صاحب الجلالة الحسن الثاني معناً كبيراً لا يند عن خاطر ولا يلتوي على ذهن، ذلك أن المنبر الذي يذكر عليه اسم الله في المسجد لا يزال هو المكان الذي ينصع فيه وجه المجد في قصور الملوك، وأن المحراب الذي يقوم فيه الدين في بيوت الله لا يزال هو الركن الذي يسطع منه نور الحق في بيوت الخلفاء، وأن الإسلام الذي ألف بين قلوب لا تأتلف في أول الأمر لا يزال هو المنهج الذي يجمع الشمل ويوحد الكلمة. فلصاحب الجلالة الحسن الثاني أجر هذه السنة الحسنة التي تعيد إلى الأذهان عز القرون المواضي، يوم كانت مجالس الخلفاء في الصدر الأول والأوسط تحفل بالعلم أكثر مما تحتفي بالسياسة، وتوسع للأدب أكثر مما تتسع للحكم، يوم كان الخليفة يعتمد في قيادة الأمة على سلطان الدين وشرف النسب لا على سطوة القوة وأسباب العصف، يصل علمه بعلم العلماء ويتصل أدبه بأدب الأدباء، فيتوصل من ذلك إلى فطرة سامية تقوم على التواضع الجم والأناة الرحبة والموادعة الجليلة. فلصاحب الجلالة الحسن الثاني فضل الصدق والجدارة في حسن الاتباع. وكم يتمنى المرء أن يجد في كل عاصمة عربية وإسلامية
منبرا كهذا المنبر الشامخ، ومحرابا كهذا المحراب الخاشع، يتواصل فيهما من قطع بين ماض ضخم وحاضر نزوع، على مائدة إسلام متجدد ينبض بالحيوية ويفيض بالعطاء. إن هذه السنة التي استنها أمير المؤمنين منفردا بها في هذا العصر، إنما هي الوجه الأصيل لأمانيه الصادقة في لم الشمل وضم الأواصر وإلغاء المسافات بين ديار العروبة والإسلام. فلا غرابة أن تكون حديث العلماء والمفكرين في كل مكان. فليت لكل شعب من شعوب المسلمين رمضانا كرمضان أهل المغرب، يتطلع فيه الناس إلى نور ينبثق من مشكات النبوة، وروح تنبعث من مملكة الحسن، وشعور يأتلف من هذه الروح وذلك النور، فيجمع قلوب الإخوة المتفرقين على كتاب الله وسنة رسول الله، فيتسلسل المجرى نقيا عذبا بين ضفاف الرافدين وربوات بردا وخمائل النيل وحافات زمزم وشواطئ الخليج، كما هو حاله على سواحل المغرب. أمير المؤمنين، إن من خصائص جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء أن الله سبحانه نادى الأنبياء الكرام بأسمائهم، فقال عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكنه تبارك وتعالى ينادي المصطفى بصفة الرسالة والنبوة فيقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. ومع ذلك فإن القرآن الكريم أطلق على رسول الله وصف العبدية كلما كان رسول الله في الموقع الأقرب من ربه، وذلك في ثلاثة مقامات. المقام الأول مقام تشريفه بالتنزيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. المقام الثاني مقام تشريفه بالكفاية والعناية المباشرة، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. المقام الثالث مقام اللقاء في الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ووصف العبدية في القرآن الكريم له معنيان: معنى عام وهو الذي يطلق على كل البشر من حيث إن الله سبحانه ربهم وخالقهم، وقد دأب القرآن الكريم على جمع الكلمة بهذا المعنى على صيغة عبيد، فقال عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وللكلمة معنى خاص وهو الذي يطلق على طائفة مخصوصة من البشر وقفوا على معنى تشريف الله لهم بوصف العبودية فتجاوبوا مع هذا التشريف، فحاولوا بالتدرج في درجات العبادة
أن يقوموا بواجبات العبودية لله. وقد دأب القرآن الكريم على جمع الكلمة بهذا المعنى الخاص على صيغة عباد، فقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذا ينبئ عن أن العبد بهذا الوصف الخاص يكون في أقرب المواقع لله عز وجل. يدل على ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبيان دلالة الكلمة على شدة القرب في هذه الآية أن الله سبحانه ذكر السؤال في كتابه في عدة مواضع، وكان الجواب يبدأ بقوله لرسوله: قل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إلا في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حيث لم يقل لرسوله وعبده قل إني قريب. فكأن الله سبحانه يقول: عبدي أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء، أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك، لأني قريب منك ما دمت من عبادي. ولكي تكون من عبادي فلا يجب أن يكون خاطرك مشغولا بغيري، لأنك بذلك لا تكون داعيا لي، وحينئذ تكون من عبيدي لا من عبادي. فإذا فنيت عن الكل صرت مستغرقا في معرفتي، ويمتنع في هذا المقام أن يبقى العبد ملاحظا لحقه وطالبا لنصيبه، إذ بهذا يصبح مع غرض نفسه فيكون من العبيد ولم يكن قريبا من الله عز وجل، لأن ذلك الغرض يحجبه عن الله تعالى. فلما ارتفعت الوسائط بالكلية فقد حصل القرب، فإذا استغرق في الله فإنه بذلك قد أصبح من العباد القريبين من ربهم، وكان أهلا لأن يعنى بقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي انضمي إلى عبادي المقربين. وهذه حالة شريفة، ذلك لأن الأرواح الشريفة القدسية تكون كالمرايا اللطيفة المصقولة، فإذا انضم بعضها إلى بعض حصلت فيما بينها حالة شبيهة بتقابل المرايا من انعكاس الأشعة من بعضها على بعض، فيظهر كل واحد منها كل ما ظهر في الأخرى، وبالجملة فيكون الانضمام سببا لتكامل الرضا وتعاظم الدرجات. وهذا هو المقصود من قول الله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وتلك هي السعادة الروحانية التي يجدها العبد عندما يبلغ أعلى الدرجات، وهي درجة العبودية بمعناها الخاص. فكيف يتدرج العبد بالمعنى العام في العبادات حتى يكون من العباد بالمعنى الخاص؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه من خلال بعض آيات الذكر الحكيم في هذه الساعة المباركة من ساعات رمضان، في هذه الجلسة الكريمة بين يدي أمير المؤمنين أيده الله وحماه، حيث جاءت آية القرب بعد آية الصوم مباشرة. فبعد أن ذكر الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أراد الرحمن
أن يخلص العبد من صيامه وعبادته في هذا الشهر الكريم إلى أن يكون من عباد الله القريبين من حضرته وجلاله. فقال بعدها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا كان من المقرر أن أعلى درجة ينالها المخلوق هي درجة العبدية للخالق بالمعنى الخاص، فلا بد من التعرض لتسلسل الدرجات قبل هذه الدرجة العالية، فنقول وبالله التوفيق. اقتضت حكمة الله في خلقه أن يجعلهم درجات في الدنيا كما يجعلهم درجات في الآخرة. ففي الدنيا يقول الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فكانت هذه مشيئة الله في أنظمة الحياة الدنيا، فنظام المال والاقتصاد والحكم والوظائف والجيش وغيرها يقوم على التدرج في الدرجات، وكل إنسان يحاول أن يرقى من درجته التي هو فيها إلى درجة أعلى بعد أن يقوم بما تتطلبه الدرجة الأعلى من أعباء وواجبات. فنظام التعليم مثلا يقوم على أساس التدرج والتفاوت في الدرجات من المرحلة الابتدائية إلى درجة الثانوية والعالية والعالمية وهكذا، ولكل درجة متطلباتها ومناهجها، وكلما رقت الدرجة رقت معها مناهجها صعوبة ودقة عمقا وشمولا، حتى ينتهي الطالب منها إلى أن يكون إماما في نوع من أنواع المعرفة. ونلاحظ أيضا أنه كلما رقت الدرجة العلمية رقت معها نسبة التكريم والعطاء ورفعة المكان وعزة المكانة. كما نلاحظ أن طول المكث في الدرجة الأدنى يؤدي إلى الخمول وقتل الطموح، ثم يؤدي هذا إلى التدني والتراجع حتى عن درجته التي هو فيها. فلو أن تلميذا أمضى في الابتدائية 12 عاما فإن هذا يجعله أقل مستوى وأدنى محتوى من تلميذ يقطع فيها المدة المقررة. وهذا على خلاف المتوقع، لأن المتوقع أن طول المدة يفترض فيه أن يكون أكثر جودة من قطع مدة أقل. إلا أن الثابت على صعيد الواقع هو أن الطالب الذي يبقى في الابتدائية كل هذه المدة الطويلة يكون مثار النقد والسخرية، ويصاب بالتبلد والخمول والإهمال والنكوص حتى عن مستوى هذه المرحلة الأولية. لذا فإنه يجنح من ذلك إلى العناد والمكابرة، فيصاب بروح الشقاق والجدل، ويمسي عضوا مشاكسا متسكعا لا فائدة منه ولا خير فيه. فإذا كان الخلق درجات في عمل الدنيا برغم تواضعها وقصر عمر الإقامة فيها، فإنهم درجات كذلك في عمل الآخرة. وفي ذلك الربط المحكم بين العمل والدرجة يقول الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وعلى هذا النسق المتسلسل يأتي عمل الآخرة في القرآن الكريم متفاوتا متدرجا بالشكل الذي ينتج عنه تفاوت الدرجات وتدرجها في الجنة. فإذا كانت الجنة سكنا عاما لكل من يدخلها فإنهم فيها ليسوا سواء في الدرجات، لأن الجنة نفسها ليست واحدة،
وإنما هي جنات متفاوتة من الفضل والنعيم. فهناك جنة الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهناك الغرفات، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وإن بين كل جنة وأخرى ودرجة وأخرى كما بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم. رواه الشيخان. وفي حديث أبي هريرة من رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام، ولفظ البخاري: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ويشترط للصعود في سلم الدرجات من عمل الآخرة أن تسبقه مرحلة الانتماء، ليكون العبد مسلما بالشكل الذي يخرجه من مرحلة الكفر إلى مرحلة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالشكل الذي يجعله ملزما بأداء أركان الإسلام، من غير النظر إلى تفحص ذلك الأداء تماما ونقصا أو جودة ورداءة، ومن غير النظر إلى مدى مال التصورات الاعتقادية من ردود أفعال في نفس المسلم من حيث سلامة تلك التصورات من العوارض المشوشة على حسن الأداء، والتي تصدها عن النفوذ إلى النفس فتشلها عن الحركة والتأثير، فتغدو تصورات اعتقادية ميتة في قلوب أصحابها بالشلل الذي أصابها، فيقتصر الأداء حينئذ على مجرد الإجزاء ظاهرا الذي يجعل من المؤدي مسلما فقط وليس كافرا. هؤلاء هم المسلمون بالمعنى العام الذين يدخلون في هذه المرحلة الأولية من عمل الآخرة. فإسلام هؤلاء المسلمين إذن مرحلة وليست درجة، وهذه المرحلة لا توفر لهم من الفضل في سلم الدرجات إلا أنهم ليسوا من الكافرين، كما أن المرحلة الأولية من مراحل الدراسة لا توفر لأصحابها من فضل في درجات العلم إلا أن يكونوا غير أميين. وإذا كان المكث الطويل في مرحلة الدراسة الأولية يصيب التلميذ بالكسل والخمول والتردي والطرد أحيانا، فإن طول مكث المسلم في مرحلة الإسلام الأولى يصيبه هو الآخر بالخمول والتردي والشك والاستغراق في الجدل والمشاحنات، فهو في هذه المرحلة على خطر شديد، لأن أي خلل أو تراجع يعيده مرة أخرى إلى الكفر لقربه منه ووقوفه على حافته، كما الواقف على حافة البئر مباشرة لا يأمن على نفسه السقوط عند أدنى حركة غير محسوبة، كما جاء الوصف في قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه المرحلة الأولية من عمل الآخرة هي التي عليها جل المسلمين اليوم، حتى طال مكثهم فيها ووقوفهم عندها، حيث كان يجب عليهم محاولة الصعود إلى أول السلم في الدرجات. ولعل هذا هو الذي يفسر ما أصاب المسلمين اليوم ويصيبهم من سذاجة التفكير وغموض الرؤية وارتخاء الشخصية وقهر الإرادة وعبوس الطريق إلى الله. إذن فلا بد من تجاوز هذه المرحلة
مرورا بها إلى أول درجة في سلم الدرجات من عمل الآخرة بتأثير رد الفعل الحي للتصديقات الاعتقادية، من حيث إن لكل إدراك اعتقادي صحيح رد فعل نفسي ملائم له ومساو في مقداره أو زائد عليه من شحنة ذاتية تنطلق من نفس الإنسان. فمن أدرك واقع الإنعام والإكرام الذي يتوارد عليه من منعم مكرم متفضل فإنه لا بد أن تتوجه نفسه إليه بالمحبة وتندفع إلى مدحه والثناء عليه، ثم تندفع إلى رد جميله والفناء فيه. هذا هو رد الفعل الطبيعي الفطري في النفس الإنسانية لدى كل إنسان سوي بالنسبة إلى هذا الإدراك الاعتقادي الذي لم تصادفه المعوقات التي تصيبه بالشلل، تلك المعوقات التي أطلق عليها القرآن الكريم لفظ الران في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا جاء الإدراك الاعتقادي عند المسلم على هذا النحو السليم فإنه يصل من ذلك إلى أولى الدرجات في عمل الآخرة، وهي درجة المؤمنين. فمن هم المؤمنون؟ الإيمان له معنيان: معنى عام وهو المرادف للإسلام من حيث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومعنى خاص هو المقصود هنا وهو الذي يدل عليه حسن الأداء، كما سأل رجل الحسن البصري رحمه الله: هل أنت من المؤمنين؟ فقال: إن كنت تقصد والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تقصد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلا أدري. وهذان المعنيان من معاني الإيمان يقومان على التفريق بين الشريعة ظاهرا وحقيقة. فالمقصود بظاهر الشريعة هو أن يعمل الأمر الذي يسقط الحرج والحكم من المساوي، فإذا ما قام المسلم وتوضأ وصلى فإن كل من يراه يفعل ذلك لا يستطيع أن يقول غير ما رأى، ولكن هل أدى هذا المسلم الصلاة كما يريدها الله منه وبنية أداء الفرض الذي أمره الله به، أم أنه فعل ذلك رياء واعتيادا؟ فالشريعة ظاهرا هي أن تؤدى الفرائض شكلا، وهذا هو الإيمان بالمعنى العام، لكن الحقيقة هي أن تؤدى موضوعا بالقصد المطلوب من العمل الذي شرع، وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص. والمؤمنون بهذا المعنى الخاص جعل الله لهم علامات أساسية يعرف المؤمن نفسه بها، وهي طائفتان من أنواع العبادة جاءت كل طائفة في سورة من القرآن الكريم. الطائفة الأولى جاءت في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه علامات المؤمنين وخصائص الإيمان بالمعنى الخاص، وقد جمعت في برنامج المؤمن ومنهاج عمله مشقة الفعل ومشقة الترك، وهما قاعدتا التكليف. الطائفة الأخرى من صفات المؤمنين هي التي جاءت في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
هذه هي العلامات المكملة للمؤمنين بالوصف الخاص، وهي تدور على أمرين: الوجل والتوكل. فالوجل وهو الخوف نوعاً، خوف العقاب والعذاب، وهذا للمؤمنين بالمعنى العام على ظاهر الشريعة، وهو خوف العصاة، وخوف المهابة والجلال، وهذا للمؤمنين بالمعنى الخاص على الحقيقة، لأن العبد كلما كان بعيداً عن سيده الملك كان خوفه منه مقصوراً على عقابه وعذابه، وكلما كان قريباً منه كان خوفه مقصوراً على مهابته وجلاله بشكل لا يخطر معه عقابه وعذابه. ثم إن الوجل من ذكر الله مهابة وجلالا يورث بعد ذلك أنسا واطمئنانا في القلب بالقرب من حضرة الرحمن والتنعم بنعيم ذلك القرب والمكاشفة، فهما مرحلتان توصل الأولى إلى الثانية كما حكاهما القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الأمر الثاني: وعلى ربهم يتوكلون، أي واثقين بالصدق في وعده ووعيده. وهذه الجملة تفيد الحصر، وهي مرتبة عالية ودرجة شريفة، إذ يصير المؤمن بالمعنى الخاص لا يتوكل حيث يتوكل إلا على الله في أمره كله. وحقيقة التوكل أن يتعب البدن ويرتاح القلب، أي أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وتلك هي خصيصة المؤمن ومحور منهجه وسلوكه، والفيصل في هذا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. إذا أنجز المؤمن بالمعنى العام هذه الطائفة من الصفات أصبح مؤمنا بالمعنى الخاص، وكان جزاؤه ما جاء في وعد الله له: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبهذه الأوصاف والعلامات مجتمعة يصل العباد إلى شهادة الله تعالى بحقهم عندما قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعندما يترقى المؤمن في درجة الإيمان الخاص فإنه يصعد إلى درجة أعلى من درجات العبادة الموصلة إلى شرف العبدية، وهي درجة المتقين. والتقوى هي الأخرى لها معنيان: عام بمعنى توقي عذاب الله وغضبه مما هو متوفر عند كل مسلم ومما يجب أن يتوفر لكل عبد من عبيد الله، على نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومعنى خاص، وهي الدرجة العالية من درجات العبادة التي يصل إليها المؤمنون حقا بعد إنجازهم لمرحلة الإيمان بالمعنى الخاص. ولهذا دأب القرآن الكريم على الإهابة بالمؤمنين حقا أن يكونوا من المتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهي درجة عالية من درجات العبادة تقتضي عقلا متأملا ولبا متعلقا بالله مستغرقا في طاعته. وقد جعل الله سبحانه للمتقين علامة يعرفون بها، وهي في آيات كثيرة من القرآن الكريم، إلا أنها جميعا رغم اختلافها وتنوعها تشترك في أنها تقتضي صبرا شديدا. فالصبر على هذا أساس التقوى وشرط علاماتها. وأثر عن الإمام علي كرم الله وجهه قوله: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على البلايا، وصبر عن المعصية، وصبر على الطاعات.
لقد قامت علامات المتقين وعباداتهم على الصبر، كما كانت عبادات المؤمنين تقوم على المشقة، وبالتالي فإن المتقي يجمع في عبادته المشقة والصبر. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الأجر أبان الله ماهيته فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وهكذا تتسلسل الدرجات إلى أن يصل العبد إلى تمام المعرفة بما عند الله. والعندية هنا ليست بمعنى الجهة والمكان، وإنما هي نفاذ البصيرة إلى حضرة المنعم عز وجل والاستغراق في عبوديته. وهذا هو شأن الأرواح البشرية القدسية إذا تطهرت من دنس الأوصاف والحواجز، أشرقت بأنوار الجلالة وتجلت فيها أضواء عالم الكمال، وترقت من البعد إلى العند، فيحدث الاستغراق في الله والانشغال به. ثم بعد أن يشاهد حقيقة العندية يتحقق له كمال العبدية، وهو أشرف المواقع وأقربها من رب العالمين. وهناك الدرجة الرفيعة التي اختص الله بها صنفين من الناس، أقف عندها اليوم يا أمير المؤمنين، فلعل فرصة تسنح للحديث عنها والتعريج في مسالكها. اللهم ربنا، ونحن بحضرة عبدك أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني، وفي هذه الساعة المباركة من شهرك، ندعوك أن تقبلنا وترعانا وتيسر لنا طريق الوصول لنكون من عبادك في أرفع الدرجات. اللهم إنا ندعوك أن تحفظ أمير المؤمنين وقرة الأعين ولي العهد وأخاه الرشيد والأسرة الشريفة عزا ومجدا وأسوة، عزا للمغرب ومجدا للعرب وأسوة للمسلمين ومثلا أعلى لكل بر تقي شريف في دنيا الناس. اللهم إنا ندعوك أن ترعى أمتنا وتقيها العثرات وتشملها بعونك ولطفك ورضاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.